أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وأصحابك يا سيدي يا نور النبي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ما شاء الله تبارك الله، بہت ہی خوبصورت منظر ہے حرم پاک کا.